السلام عليكم ورحمة الله أعزائي التلاميذ، وأهلا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سنخصصه لتصحيح التمرين رقم 3 من درس المعادلات المتراجحات والنظمات. نص التمرين يقول: حل فئاغ المتراجحات التالية. الحالة الأولى: لنحل فئاغ المتراجحة القيمة المطلقة لـ x أكبر من أو يساوي 1. لدينا القيمة المطلقة لـ x أكبر من أو تساوي 1، تعني بأن x أصغر من أو يساوي ناقص 1، أو أن x أكبر من أو يساوي 1. x أصغر من أو يساوي 1 يعني بأن x ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية ناقص 1 مغلق من جهة ناقص 1. x أكبر من أو يساوي 1 يعني بأن x ينتمي إلى المجال 1 زائد ما لا نهاية مغلق على اليسار. وبالتالي مجموعة حلول المتراجحة القيمة المطلقة لـ x أكبر من أو تساوي 1 هي s تساوي المجال ناقص ما لا نهاية ناقص 1 مغلق من اليمين اتحاد 1 زائد ما لا نهاية مغلق من اليسار. الحالة الثانية: لنحل فئاغ المتراجحة القيمة المطلقة لـ x ناقص 2 أصغر من أو تساوي 3. لدينا القيمة المطلقة لـ x ناقص 2 أصغر من أو تساوي 3، تعني بأن x ناقص 2 محصور بين ناقص 3 و 3. لإيجاد تطير x سنقوم بإضافة 2 لأطراف المتفاوتة، زائد 2 زائد 2 زائد 2، الترتيب لا يتغير. وهذا يعني بأن x محصور بين ناقص 1 و 5، لأن ناقص 3 زائد 2 هي ناقص 1، و 3 زائد 2 هي 5. هذا يعني بدوره بأن x ينتمي إلى المجال المغلق ناقص 1 5. إذن مجموعة حلول المتراجحة القيمة المطلقة لـ x ناقص 2 أصغر من أو تساوي 3 هي s يساوي المجال المغلق ناقص 1 5. الحالة الثالثة: لنحل فئاغ المتراجحة القيمة المطلقة لـ x زائد 2 أصغر قطعا من 1. لدينا القيمة المطلقة لـ x زائد 2 أصغر قطعا من 1، تعني بأن x زائد 2 محصور بين ناقص 1 و 1 قطعا. لإيجاد x سنضيف ناقص 2 لأطراف المتفاوتة، فنحصل على هذا التعبير: ناقص 2 زائد 2 عددان متقابلان مجموعهما يساوي الصفر، إذن نحصل هنا على x. ناقص 1 ناقص 2 هو العدد ناقص 3، ثم 1 ناقص 2 هو العدد ناقص 1، وبالتالي x محصور بين ناقص 3 وناقص 1، وهذا يعني بأن x ينتمي إلى المجال المفتوح ناقص 3 ناقص 1. وبالتالي مجموعة حلول المتراجحة القيمة المطلقة لـ x زائد 2 أصغر قطعا من 1 هي s تساوي المجال المفتوح ناقص 3 ناقص 1. المتراجحة الموالية: لنحل فئاغ المتراجحة 2x ناقص 1 داخل رمز القيمة المطلقة أكبر قطعا من 1. لدينا القيمة المطلقة لـ 2x ناقص 1 أكبر قطعا من 1، تعني بأن 2x ناقص 1 أصغر قطعا من ناقص 1، أو 2x ناقص 1 أكبر قطعا من 1. هذا يعني بأن 2x ناقص 1 زائد 1 أصغر قطعا من ناقص 1 زائد 1. قمت بإضافة 1 لطرفي المتراجحة، الترتيب لا يتغير. كذلك هنا أقوم بإضافة 1 لطرفي المتراجحة، فنحصل على 2x ناقص 1 زائد 1 أكبر قطعا من 1 زائد 1. ناقص 1 زائد 1 تساوي 0، إذا نحصل على 2x أصغر قطعا من الصفر. كذلك ناقص 1 زائد 1 تساوي 0، و 1 زائد 1 تساوي 2، نحصل على 2x أكبر قطعا من 2. للحصول على x سنقوم بقسمة طرفي كل متراجحة على العدد 2، و 2 عدد حقيقي موجب قطعا، الترتيب لا يتغير، فنحصل على 2x على x أصغر قطعا من 0 على 2x على 2 أصغر قطعا من 0 على 2.
أو 2x على 2 أكبر قطعا من 2 على 2. 2x على 2 هي x، 0 على 2 هي 0، كذلك 2x على 2 هي x، و2 على 2 هي 1. x أصغر قطعا من 1، يعني بأن x ينتمي إلى المجال المفتوح ناقص ما لا نهاية 0. ثم x أكبر قطعا من 1، يعني بأن x ينتمي إلى المجال المفتوح 1 زائد ما لا نهاية. وبالتالي مجموعة حلول المتراجحة، القيمة المطلقة لإثنان x ناقص 1 أكبر قطعا من 1 هي s تساوي اتحاد المجالين المفتوحين ناقص ما لا نهاية 0 1 زائد ما لا نهاية. المتراجحة الأخيرة لنحل في R المتراجحة 3 على القيمة المطلقة لx أصغر من أو يساوي 1. المتراجحة 3 على القيمة المطلقة لx أصغر من أو يساوي 1 لها معنى فقط إذا كانت القيمة المطلقة لx تخالف الصفر، يعني المقام يخالف الصفر، وهذا يعني بدوره بأن x يخالف الصفر. لدينا 3 على القيمة المطلقة لx أصغر من أو يساوي 1 تعني بأن القيمة المطلقة لx على 3 أكبر من أو يساوي 1. من هذه المرحلة إلى هذه المرحلة قمت باستعمال المقلوب، وعند المرور إلى المقلوب الترتيب يتغير، هذا التعبير موجب وهذا التعبير موجب، عند المرور إلى المقلوب الترتيب يتغير. ومقلوب 3 على القيمة المطلقة لx هي أو هو القيمة المطلقة لx على 3. ثم لإزالة 3 سنقوم بضرب طرفي المتراجحة في العدد الحقيقي الموجب 3، الترتيب لا يتغير، فنحصل على القيمة المطلقة لx أكبر من أو يساوي 3. وهذا يعني بأن x أصغر من أو يساوي ناقص 3 أو x أكبر من أو يساوي 3. x أصغر من أو يساوي ناقص 3 يعني بأن x ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية ناقص 3 مغلق من اليمين. x أكبر من أو يساوي 3 يعني بأن x ينتمي إلى المجال 3 زائد ما لا نهاية مغلق من اليسار. وبالتالي نستنتج أن مجموعة حلول المتراجحة 3 على القيمة المطلقة لx أصغر من أو يساوي 1 هي اتحاد المجالين ناقص ما لا نهاية ناقص 3 مغلق من اليمين 3 زائد ما لا نهاية مغلق من اليسار، مع العلم بأن 0 لا ينتمي إلى اتحاد هذين المجالين، لأن عند التعويض بصفر هذا التعبير ليس له معنى. بهذا أعزائي نكون قد أنهينا تصحيح هذا التمرين، فأشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى الفيديو المقبل بحول الله.